بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في إنجيل مرقس، ومرقس أول واحد كتب في الأناجيل، كتب لفظة قالها المسيح بالآرامي واحتفظ بها القديس مرقس زي ما اتقالت، فموجودة في كل ترجمات العالم، عربي وإنجليزي فرنساوي، إفاسا طبعا بيترجم بعدها اللي هي بي أوبند، افتح. طب ليه الكتاب قالها كده؟ يعني في اجتهادات كتير هنشوفها دلوقتي. ايه الكلمة الغريبة دي اللي الانجيل كتبها زي ما قالها ليسوع بالظبط؟ عارفين زي بتاعت إلوي إلوي لما سبقتني، دي كلمة المسيح نفسه، بس كتبت الذي ترجمته إلهي إلهي لماذا تركتني. إذن في كلمات قليلة قوي الانجيل احتفظ بها زي ما نطقها المسيح، اما من قيمتها العظمى واما من انها ليها مغزى آخر هنشوف. تعالوا نقرأ النص. جاءوا إليه بأصم أعقد، أصم ودان، أعقد لسان، أوكي؟ وغالبا طبيا بقى بيجوا مع بعض، وطلبوا إليه أن يضع يده عليه، فأخذوا من بين الجمع على ناحية وضع أصابعه في أذنه وتفل ولمس لسانه ورفع نظره نحو السماء وأن دي لوحدها فعلها، في ناس بتقراها غلط، وقال له إفاثا أي انفتح. وللوقت انفتحت أذناه وانحل رباط لسانه وتكلم مستقيما، فأوصاهم ألا يقولوا لأحد، ولكن على قدر ما أوصاهم كانوا ينادون أكثر كثير. أصم أعقد دي حالة إنسان مرض مضاعف، تتخيلوا الشخصية دي منفصل عن العالم لأنه لا سامع ولا حتى عارف يعبر عن نفسه، فطبعا بيبقى غالبا عصبي جدا لأنه الناس بتتكلم هو مش سامعهم، وهو بيقول حاجة ما حدش فاهمه لو قال، فده واحد زي المسجون جوه نفسه بسبب أنه ودانه ولسانه عطلان، شايف لكن الشوف بيعذبه أكتر لأن كل الناس عايشة هو مش عارف يعيش. وعادة من لا يسمع لا يتكلم، دي معروفة في الطب، لكن عاوزة شغل كتير قوي عشان يعرف يتكلم وهو مش بيسمع، يمكن بتوع التخاطب فاهمين الجزئية دي. روحيا بقى القاعدة دي مهمة، أنا مش قصد أحكي لكم معجزة أنتوا عارفين، أنا قصد أحول الموضوع علينا إحنا من الناحية الروحية. لو عاوز تدخل السماء أنت محتاج تخف لأن ودانك مقفولة، ولأن ودانك مقفولة انت مش بتتكلم صح، لسانك اغلب الوقت مش بيقول كلام صح، لان اللي بيسمع صح بيتكلم صح، وفي الدنيا دي قليلين قوي اللي سامعين ربنا صح فبيقولوا كلام صح. انا عاوز اوصل في الاخر بما انكم مهندسين فنجيب من الاخر ونقول ايه، احنا محتاجين ودنا تتفتح عشان نسمع ربنا، عشان بعد كده لساننا يتفتح ونقول الكلام اللي ربنا عاوز يسمعه، إما نتكلم عنه أو نتكلم معه. فإحنا مش بنسمع صوت ربنا كفاية، ربنا بيتكلم من جوه ومن بره، بس إحنا بنسمع الدنيا دوشة الهوسة، بنسمع دماغنا، بنسمع رأي الناس، بنسمع السياسة، بنسمع الأخبار، بنسمع كل حاجة، لكن الصوت الحقيقي اللي المفروض نسمعه ده غالبا باهت جدا. وعشان كده كلامنا مع ربنا أو عن ربنا منمل، كلامنا مع ربنا ومن القلب قليل قوي، وكلامنا عن ربنا من القلب برضو قليل قوي. أخذوا من بين الجمع على ناحية، مسيح تصرف تصرف عجيب شوي، سحب الراجل ده على جنب، ودي طبعا لها معنى عميق، لأن المسيح كان معروف خلاص بيعمل معجزات. على فكرة إنجيل مرقس بدأ من مرقس واحد، من إصحاح واحد، يعمل معجزات بالعدد، فعشان نوصل لمرقس سبعة خلاص المسيح مشهور جدا وبيعمل معجزات في اليوم بالمئات، فممكن تاخد منه دقيقة. إنما الرجل ده عملوا كده حاجة مخصوص، خدوا على ناحية. لو رحتوا مرقس 8 هتلاقوا كيس شبه كده،
برضو انفرد بيه. صح اللي بعده على طول جابوا له واحد أعمى، طلبوا إليه أن يلمسه، يعني ما ضيعش وقتك حط إيدك وخلاص. فأخذ بيد الأعمى وأخرجه إلى خارج القرية. تلاحظوا ها حاجة مشتركة هنا بين 7 و8، هنا خدوا على ناحية والتاني طلعوا برا القرية. لا، في حاجة بتتقال هنا، في مغزى، في مسج مهمة، مش كده؟ تقول ربنا عاوز يستفرد بيك، تقول ربنا عاوزك تاخد خلوة، تقول لازم تبعد عن الناس شوية، تقول في حاجة اسمها اعتكاف. ودي أزمتنا في الصيامات، إن احنا بنغير أكل لكن سيستم الحياة ما بتغيرش. فالحقيقة مش بنسمع قوي ربنا عاوز يقول لنا إيه. ربنا عاوز يقول لك حاجة مهمة في الصيام ده، ولو قالها لك حياتك هتختلف، دماغك هتختلف، ممكن تنتبه لحاجات أنت مش واخد بالك منها خالص وتكون خطيرة بالنسبة لعلاقتك بناس قريبين أو أولادك، بالنسبة لأبديتك. بس أنت مش سامع لأنه ناس ناس ناس، دوشة دوشة دوشة. فهنا عاوز ياخدك على ناحية أو يطلعك برا القرية. عشان كده أتمنى في الليلة اللي احنا قعدنا مع بعض، لو كل واحد يسرق نص ساعة يتمشى لوحده، يقعد هادي شوي. طبعا لو قدرتوا تعملوها كذا مرة لغاية نهاية الصوم، تأكدوا انك هتحس ان الساعة دي very precious، لانك لما بتبعد ربنا بيعرف يتكلم. وربنا بيتكلم بس صوته واطي، محبش يعلي صوته فما بيتسمعش. احنا عادة بنسمع اللي الناس بتقوله، واغلب الناس للأسف اللي حوالينا، اقصد العالم يعني، بيقولوا كلام من اللي بيودي في داهية، يعني بيقولوا اخبار اللي تشغلك وملهاش اي دور في ابديتك. خلينا ما نسمعش اللي بيقولوه كلام ناس هيهلكوا، ولا نقول اللي بيقولوه، لا نتكلم في اللي بيتكلموا فيه. احنا اكبر من كده، احنا اهم واخطر من كده. أخذه من بين الجمع على ناحية ووضع أصابعه في أذنيه وتفل ولمس لسانه وعمل حركة. طبعا مرة حد حكاها لي بطريقة إن دي غالبا لغة الإشارة، وده احترام من المسيح للشخص الأصم، عشان لو قعد يتكلم كتير الأصم هيصعب عليه نفسه. لكن في لغات الإشارة، فغالبا قال له أنا هعمل لك معجزة، هفتح ودانك وإيه هخليك تتكلم. فعمل صباعه كده وحط على بقه، فإيه كأنه كلمه عن ودانه وعن لسانه. لكن هي رسالة أخرى، كأنه المسيح حط صوابعه في ودانه قال له عشان تسمعني تعالى نقفل الأول. أنا فهمتها المرة دي كده، اقفل ودانك شوية يمكن تسمع حاجة من قلبك. الرهبان بتوع زمان كان عندهم شعار جميل مكتوب في أغلب الأديرة، يقول سكت لسانك ليتكلم قلبك، ثم سكت قلبك ليتكلم الله. وفي حد أضاف عليها قال اقفد ودانك عشان تتكلم، ثم سكت لسانك عشان تكلمه من قلبك، ثم سكت قلبك عشان تكلم ربنا. مهم انه حركة الصمت دي او اقفل شوية تخلينا نقفل موبايلاتنا، نقفل الميديا، نقفل عن الناس، نقفل الوش اللي في دماغنا. ويبقى عندي سؤال مهم قبل ما امشي، يا رب كان المفروض اعمل ايه؟ ماذا تريد يا رب ان افعل؟ احنا في اي لحظة ممكن نمشي. هو أنا كده جاهز ولا مش جاهز؟ هو أنا كده لو مشيت هدخل عندك السماء ولا لا؟ موضوع مهم خطير، وعلى فكرة ربنا مش هيتأخر عن الإجابة، تأكدوا، ومش كلام مجازي، لأن ربنا بيحب أولاده. فممكن يشاورلك على شخص أنت ظلمته ويعطل دخولك السماء وكنت ناسيه، ممكن يشاورلك على حاجة لازم تتعمل لأنها لسه تمثل عطلة، بتحب الفلوس وفي فلوس غلط في حياتك لازم تطلع من حياتك، في مسجز هتوصل لك بس لازم تعمل الحركة دي الأول. زي بالظبط لما حط الطين على عينين الأعمى، هو زي ما تقولوا إيه عماها أكتر، هو أعمى أساسا. ما هي نفس الفكرة يا جماعة، ما احنا عميان برضو، احنا مش شايفين ربنا. أم ربنا جاب طين وحطها، قفلتها بزيادة يا رب؟ لا، هو قفل العين اللي بتشوف غلط عشان يفتح العين اللي المفروض تشوف صح. عشان كده الواحد لما بيغمض عينه شوية بيقدر يطلع برة الدنيا شوية، لكن طول ما انت فاتح ودانك للدنيا قوي وعينك للدنيا قوي
انت بره ربنا، ربنا بيتكلم في جو تاني. ورفع نظره نحو السماء وأن وقال إفسا أي انفتح. عموما خلي بالكم أنه سمعة المسيح اتعرفت بالمعجزات، لأنه كان أشعياء قايل كده المسيح هتعرفوه بالقعدة دي. تذكروا لما يوحنا المعمدان بعت اتنين من تلاميذه وراحوا للمسيح يسألوه أنت الآتي أم ننتظر آخر؟ فاكرين الموقف ده؟ كان يوحنا اتسجن وكان فاضل له اتنين زي من تلاميذه لازقين، قال لهم روحوا ليسوع. ما هو هو طبعا متأكد ان هو، بس هو بيوزعهم عليه، اسألوا انت الآتي، الآتي يعني المسيح، ام ننتظر اخر؟ ساعتها المسيح عمل معجزات كثيرة قوي وقال لهم ارجعوا لابوك يوحنا قولوا له اذهب واخبر يوحنا بما رأيتم وسمعتم، العم يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموتى يقومون والمساكين يبشرون. بعدها بيقول وطوبى لمن لا يعصر فيه. يعني مش محتاجة بقى ايه مفهومية بعد كده، يعني المفروض الحكاية واضحة. فكانت الرسالة طبعا انا هو الآتي، لانه هو ده اللي بيحصل حاليا. اذا رسالة المسيح له المجد، ودي اول وعظة وعظها المسيح على فكرة في لوقا 4، قال روح الرب علي لمسحني لأبشر المساكين، وابتدى يتكلم عن مشروعه، هفتح عينين الأعمى، هفتح ودان الأصم. كل القديسين فهموا أنه بيكلم بمعنى روحي، أنه كل البشر عميان بما فيهم إحنا، كلنا وداننا مقفولة لأننا مش سمعين صوت ربنا كويس، كلنا أعقد لأن لساننا بيقول كلام كتير ملوش لازمة، مفروض يمجد ربنا، مفروض يقول كلام كويس. إذن الكل محتاج للشفاء. هنا ليه بص كده؟ رفع نظره للسماء، طبعا دي حركة عشان برضو الجدع الغلبان يتوقع أنه في حل من السماء. كأن ربنا بيقول لنا عاوز ودانك تتفتح بص للسماء، عاوز لسانك يتعدل بص للسماء، عاوز عينيك تتفتح you need to تبص للسماء. انتظر النعمة، ربنا بيعمل كده فعلا. وبعدين أن دي تنهد كده لأنه حاسس أنه ده مش أنت بس، ده كل البشر كده. والحياة مع ودان مقفولة ولسان مقفول وعينين مقفولة دي حاجة، ده بؤس بقى. والحياة أغلب الناس كده، وياريت كلنا نعتبر نفسنا كده عشان نحاول نخف، لأنه طعم تاني خالص أنك بقى تسمع صوت ربنا وتشوف ربنا وتتكلم مع ربنا. لا دي حياة مختلفة خالص، وهو ده بركة الصوم والصلاة على فكرة. الصوم والصلاة فرصتنا ان احنا الحياة تتغير ممثلة في الحواس. عشان كده هتلاحظوا على اخر الصيام الكبير هنلاقي قصة المولود اعمى، عشان بيشوف العالم لاول مرة، فكأن اللي هيصوم كويس هيحصل له كده، هيحس انه ايه ده، انا كنت عايش ازاي كده، ده ربنا ده حلو قوي، ده الموضوع مختلف تماما. إفسا بالمناسبة أحبائي يقال أنها تتقري من الشفايف، عشان كده يعني برضو فيها احترام للأصم، إفسا حروفها كبيرة شوية فتتقري، فكأنها بتكمل لغة الإشارة يعني. لكن هو أمر إلهي بيقول افتح، وعشان كده احنا محتاجين نصلي، وهنصلي دلوقتي نقول له يا رب افتح وداني، انا وداني تقيلة، افتح لساني انا مش بصلي عدل، افتح عيني انا مش شايف. بيقولوا قال شايفين ايد ربنا وشايفين معجزات وشايفينك في المريض وفي الف... بيقولوا كلام روحي شكله حلو بس انا ماليش دعوة بيه. فمرقس 8 انا بقارن بين القصتين، بيعجبوني 7 و8، 7 بتاعت الاصم والاعقد، 8 بتاعت الأعمى، لكن نفس تقريبا الاتيتيود. المسيح استفرد بيه، اهتم بيه قوي، انشغل قوي انه يعمل عملية التفتيح دي. تفل في عينيه وضع يده عليه وسأله هل أبصر شيئا. يبقى هنا قبل ما نروح بكرة في سؤال مهم المفروض أسأله لنفسي، هو أنا سمعت حاجة في المؤتمر يكون ربنا عاوز يقولها لي؟ هو أنا شفت حاجة تعدل في دماغي حاجة؟
هل أبصر شيئا؟ يبقى المسيح مش بيعمل معجزات ناقصة. على فكرة الكيس بتاعت مرقس 8 دي كانت عجيبة قوي، لأن لما حط الطين على عينيه ما فتحش من أول مرة. فاكرين لما قال له أنت شايف إيه؟ قال له شايف الناس زي الشجر ماشيين مغبشة كده يعني. فقام حط إيديه تاني، وكأن الموضوع ممكن ما يخلصش في قعدة. فاهمين المسج؟ هو مش مؤتمر واحد ومش نص ساعة، لكن لو أنت حريص أنك تسمع صوت ربنا وتقعد مع ربنا شوية شوية تلاقي عينيك لا ده الصورة ابتدت تبان أهي، ده الصوت واضح قوي، دي الحياة شكلها مختلف بجد، بس الموضوع عاوز كذا لمسة وكذا خلوة عشان توصل انك شايف اللي المسيح شايفه. اذا اللي احنا شايفينه غير اللي المسيح شايفه. احنا شايفين بقى بلاد وعالم ودولار ومشاكل سياسة ومشاكل، ربنا شايف حاجة تاني خالص، شايف عالم من الفقراء سهل جدا ان احنا نوصل لهم ونخدمهم وندخل على حسهم السماء. شايف عالم من الخير مفتوح قدامنا كلنا نقدر نستغله، بس احنا مش شايفين كده. مشكلة اليهود بقى، ليه الموضوع ده حبيت ابتدي بيه؟ شعب الله المختار اللي هم في العهد القديم اسمهم اليهود فقدوا اختيارهم. مفيش في المسيحية حاجة اسمها شعب مختار، كلكم مختارين دلوقتي انتم مؤمنين، لكن شعب الله المختار لم يعد مختار. عارفين ليه؟ عشان الحتة دي، عشان المسيح قال فيهم بحزن أكتر من مرة نفس التعبير، قال مبصرين لا يبصرون، سامعين لا يسمعون ولا يفهمون. يبقى ولاد إبراهيم، ده إبراهيم ده غالي جدا عند ربنا، وكان صاحبه جدا، وكان بيسمعه زي ما احنا سامعين بعض، وكان بيشوفه بعينيه، فده راجل مفتح قوي وبيقول أحلى كلام. إنما عياله ما طلعوش كده ليه؟ عندهم أزمة في السمع والبصر واللسان. دي على فكرة أكثر نبوة تقريبا تكررت عن اليهود، موجودة تقريبا في الكتاب المقدس 7 مرات، لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، لهم آذان يسمعون ولا يفهمون، لأن قلب هذا الشعب قد غلص. جت في أشعياء وجت في أرميا وجت في متى وجت في الأعمال وجت في بولس، لأن هو ده الستيتمنت كده اللي بيقول اليهود هلكوا ليه وهم مختارين. إذا المسج مهمة، ما احنا مختارين دلوقتي، مش اتعمدنا؟ مش احنا اسمنا مسيحيين ومحسوبين عليه؟ ممكن ما نوصلش، ممكن ما ندخلش السماء. ليه؟ يتقال علينا بعد 1000 شهر عندهم عينين ما بيستخدموهاش، وعندهم ودان مش شغالة، وعندهم لسان مش شغال. فعشان كده ربنا يسوع لما قال مثل الزارع ولقاهم مش فاهمين زي اللي زعل، قال لهم ده أنا بتكلم بأمثال، الناس دول لسه زي اليهود بيسمعوا ما بيفهموش. مرة تانية بيقول إيه في لوقا مثلا، قال حتى أنهم مبصرين لا يبصرون وسامعين لا يفهمون. لما الأطفال بتاع اليهود يوم حد الزعف صرخوا وقال أصنى في الأعالي مبارك الآتي باسم الرب، نطقوا صح، اتكلموا صح، ولسانهم اتفتح، العيال الصغير زفت حد الزعف، كانوا 10,000. الجماعة اليهود الكبار اتغاظوا جدا فقالوا له سكت العيال دي، قال لهم دول لو سكتوا الحجارة هتصرخ. يعني هو ده المفروض كل البشر يصرخ، مفروض كلنا نقول أصنع أصنع، يعني ارحمنا وخلصنا، كلنا نمجد المسيح نقول له مبارك الآتي باسم الرب. فكون اللسان واقف وخايف وعاجز وبيفكر بطريقة يهودية، طب ده العيال نطقت، فضل الحجارة تنطق، يبقى البشر لسانهم مقفول لأنهم مقضين وقت في كلام فاضي مش شايفين الحقيقة. تلاحظوا كنيستنا بتحب الفكرة دي، ففي كل مرة نقرأ الإنجيل، احنا بنقرأ الإنجيل كتير في الكنيس، يعني في عشية نقرأ الإنجيل، في رفع بخور باكر نقرأ الإنجيل، في كل قداس لازم في إنجيل. قبل كل قراية من دول أبونا يمسك الشورية ويفكرنا، يقول طوبى لعيونكم، دي واخدها من كلام المسيح، طوبى لعيونكم لأنها تبصر، ما تبقوش زي اليهود، اعملوا معروف شغلوا عينيكم، طوبى لودانكم لأنها تسمع، أرجوكم اسمعوا المسيح بيقول حاجة، بلاش تفتكروا نفسكم فاهمين وعارفين، في مسج هتفرق، ولو ما استقبلتهاش ممكن العمر يخلص ويبقى المصير وحش.
أختم وأقول بقى، هو الحالة بتاعت الانفتاح دي، لو المسيح ادانا نعمة انفتح دي هيحصل ايه بالظبط؟ يعني ايه واحد عينيه مفتوحة؟ يعني لو صلينا بجد من قلبنا، ولو صمنا صيام حلو، ولو بقى عندنا تواضع الآباء ده، يعني ايه واحد عايش في الدنيا عينيه مفتوحة؟ دي معناها حلوة قوي. معناها ببساطة انك وانت بتتمشى كده الشجرة دي هتقول لك حاجة، وانت بتبص على الشجرة هتشوف حاجة احنا مش شايفينها، العصفورة هتشوف فيها حاجة، الهوى هتشوف فيها حاجة، يعني هترى رسائل روحية من الأحداث في الوقت اللي كل الناس بتشوف حاجات زي كده ما بتتأثرش، الاستقبال ضايع. مرة جه واحد يحكي لي بيقول لي نزل معايا زميلي في العشوائيات، أنا اكتشفت إن عمري ما خدمت. قلت له ليه ده أنت خادم قديم؟ قال لي نزل مرة واحدة لقيته دخل على الرجل الغلبان بالحضن، والرجل بقى يقول له نورتنا باركتنا، وهو يبكي. فالميلت عليه أنت في حاجة مضايقك؟ قال له لا مش هو ده المسيح. فالخادم قال لك ده مفوت ده ولا إيه؟ فقال له يعني عم فلان أبو فلان يعني؟ قال له مش المسيح قال كده، كنت جوعانا كنت عطشانا كنت زرتموني، أنا أول مرة أزور المسيح في بيته. فداخل بأتيتيود بنية مخلصة إن المسيح قال كده، فأنا داخل أشوف المسيح في الغلبان. فكان متأثر بجد لأنه قلبه نظيف، فمروح طائر من السعادة إنه شاف المسيح في كذا واحد. إحنا ياما بنشوف فقراء ما بنشوفش حاجة، يبقى هنا عيون يبصرون ولا يبصرون؟ والمسيح ما كذبش لما قال أنا مريض وأنا مسجون وأنا عريان، لو عينك مفتوحة هتعرف تشوف. ترى المسيح مجده يملأ الأرض، دي يمكن بلاحظها في الكرازة أكتر، شباب الكرازة الطيب اللي بينزل بلاد أفريقيا وآسيا الفقرة دايما يرجعوا يقولوا حاجة أنا ببص لهم بإعجاب، يقولوا شفنا إيد ربنا واضحة قوي. ده تعبير مكرر عندنا. يعني إيه؟ يعني لا واضح ربنا بيشتغل، وبيشتغل بطريقة ما فيش صدفة، لا ده زي معجزات بتحصل قصادنا. طب هل أنت في حياتك بتشوف إيد ربنا ولا العتب على النظر؟ يبقى لسه عينك مش مفتوح. على فكرة ربنا بيشتغل، وبيشتغل كويس قوي، بيشتغل كل يوم، وبيشتغل حواليك طول الوقت، بس أنت لما بتشوفش يبقى في عطل في العين. اللي بعدها الأذن المفتوح. يعني إيه ودنك مفتوحة؟ يعني في رسالة روحية خاصة بيك وصلت ولا لا؟ في حد يبقى متضايق جدا وتجيله آية يبقى مش مصدق نفسه، دي بالظبط عليا، ده ربنا بيشجعني، وتفرق فرق تقعد معاه سنة شايلة من على الأرض. طب ما هو ربنا كده، احنا ليه مستغربينه يعني؟ أو يسمع وعظة وتكون عشوائي يعني مش قصدها، إيه ده قد كده يا رب انت مركز في ظروفي؟ ده انت بتقولي بالظبط اعمل ايه؟ اذا ربنا بيتكلم طبعا، ده المسيح لقبه كلمة الله، فطبعا ربنا بيتكلم، لكن مش لاقي الودن اللي تركز معاه. ضميرك لما بينقح بتسكته ليه؟ مش يمكن يكون صوت ربنا؟ مش كتير لما ضميرنا يوجعنا شوية نغلوش عليه؟ لما يجي حد حواليك يوبخك يعاتبك يلومك ليه بتقاوح؟ مش يمكن ربنا عاوز يقولك حاجة؟ احنا سهل قوي نثبت براءتنا، لكن مش سهل نسمع الرسالة اللي ربنا عاوز يبعتها. اللسان المفتوح، تعالي بقى تاني برضه اقول ايه، لو ودني اتفتحت وعيني اتفتحت لساني هيتفتح. وحتى اجتماعيا ده معروف، اللسان بيطلع اوتبوت من الانبوت اللي داخل من الاربع عيون دول، في اربع فتحات انبوت، وفي فتحة واحدة اوتبوت، بس فتحة كبيرة شوي عشان تطلع كل الاربعة اللي داخل. اذا الموضوع منطقي جدا، اللي انت بتشوفه وبتسمعه هيطلع. لو انت عينيك في الدنيا خالص ودانك الاخبارها قوي، هيطلع ايه غير سوري كلام الدنيا الفارغ؟ عادي. لو انت عينيك مركزة قوي انك تشوف ربنا، ولو دانك مفتوحة قوي تسمع صوته، طبيعي لسانك هيتفتح هيقول كلام مظبوط. في آية في أرميا بتقول
لو وقفوا في مجلسي لأخبروا شعبي بكلامي، يعني لو وقفوا في قدامي شوية وسمعوني هيطلعوا يقولوا اللي أنا عاوزه، لكن هم مش بيرضوا يقفوا قصادي ويسمعوني. اللسان المفتوح واحد بيعرف يقول أشكرك يا رب من غير على طول، ده لسانه اتفتح لأنه ابتدى يدرك قد إحنا عايشين في نعمة وعز، واخدين لقب محدش خده، أولاد الله واسمنا مكتوب في السماء، مفروض كل نفس نتنفسه ونقول أشكرك يا رب، بس لساننا مش مفتوح. اللي بيصلي مزامير من قلبه ده لسانه اتفتح، عشان كده نقول افتح يا رب شفتاي، في تعبير كده افتح يا رب شفتاي لينطق فمي بتسبيحك. طب وفتحة الشفايف دي غلبة يعني؟ لا، بالطريقة الروحية أيوة، عاوزة شغل وعاوزة نعمة. أو يبقى لسان بيتكلم عن ربنا، في ناس من حبها ربنا تعرفش تقعد قاعدة عادية وتتكلم في أمور الدنيا أبدا، لازم يقلبوا كلام عن ربنا، ومش بسخف ومش بغلاسة ومش بحب وعظي يعني، لا، لأنه بيحبه بجد، فخسارة أي قاعدة ما يجيش فيها سيرة ربنا. آخر حاجة أقولها، في رؤية 3 اتقال لأسقف كنيسة، أنت الدنيا مقفلة عندك، بيقول له إيه؟ أنت تقول أنك غني وقد استغنيت، ولست تعلم أنك أنت الشقي وبائس وفقير وأعمى وعريان. ده واحد بيشوف بس قال له أنت أعمى وشقي وبائس وفقير وعريان، فقال له بص بقى خلينا نتعالج من فضلك، أنت فاكر نفسك بتشوف؟ أنا بقول لك أنت ما بتشوفش. حضرتك فاكر نفسك بتسمع عشان بتسمع شوية وعظات؟ أنت مش سامعني. أنت فاكر نفسك بتتكلم؟ لا معلش، اللي انت بتقوله مش هو اللي انا عاوزك تقوله خالص. بولس الرسول كان عنده الاحساس ده، انا فاهم بعمل ايه، انا عايش كويس، انا بحب ربنا وبخدمه، فربنا اداله كده لطشة كده وفوقه، قال له وبعدين يا شاول صعب عليك ان ترفس مناخس، قال له من انت يا رب؟ قال له انا يسوع الذي انت تضطهد، انت لا شايف ولا سامع. فقال له ساعتها ماذا تريد يا رب ان افعل؟ واتعمى، اتعمى لأنه كان أعمى، واتخرس ما بقاش بيتكلم لأنه كان أخرس، اتخرس ما بقاش يتكلم ثلاثة أيام يعني. وبعد لما بقى حنانيا جه وعمده نزلت القشور من عينيه وابتدى يتكلم، بس بيتكلم عن المسيح وبيتكلم مع المسيح وبيشوف إيد ربنا وبيسمع صوت ربنا، فطلع لنا بولس. احنا هنفضل شاول لإمتى؟ كل واحد فينا مدفون جواه بولس عاوز يطلع، بس عاوز قشور تنزل من عينيه ومن ودانه ومن لسانه، فيبتدي يبقى زي الأصم الأعقد كده، ياه أنا كنت فين؟ دي عيشة مختلفة خالص، ده طعم مختلف، دي حاجة جميلة قوي إن أنا أكون شايف ربنا وسامعه وبتكلم عنه. هنا قال له أشير عليك، بص يعني اعترف بالمشكلة، واجه نفسك وقول لا أنا مش بسمع كويس، أنا مش بقرأ الإنجيل عدل، أنا بقالي مدة ما بستقبلش مسج شخصية، ما باخدش قرار روحي، ما بعملش حاجة جد لربنا، أنا حاطط نفسي في جو الكنيسة وراضي عن نفسي وكله تمام، that's not enough، ممكن ما يكونش ده الصح. وبالتالي أطلب بإلحاح يا رب افتح، أجمل طلب بقى طول الصيام، افتح يا رب، اللي عاوز يقول افتح وداني يقول، اللي افتح عيني يقول، افتح لساني افتح، ده طلب سهل قوي وبيجي الرد انفتح، فالطلب سهل قوي، اطلبوا تجدوا، قرعوا يفتح لكم. الاستعداد للعلاج، قال له كحل عينيك بكحل كي تبصر، انت مش شايف، حط بقى كلام الإنجيل كده وتعليم القديسين والوعظات وتفاعل يعني عشان عينك تتفتح بجد، وإيه ركز شوي، كن غيورا وتوب، اعتبر الموضوع ده سيريس، لأنه لو اتفتحت عينيك ودانك ولسانك أنت بتدوق حياة عمرك ما دقتها، وده الأفضل تدوقه لأن العمر يخلص وأنت لسه إيه كل ده مقفل، يبقى حكمت على نفسك حكم وحش. ساعات الناس تبقى في نفس الظروف بس ناس سمع حاجة غير التانية وشايفة حاجة غير التانية، وهنا افتكر اللصين اللي حوالين المسيح، نفس المشهد نفس الظروف، يسوع في النص بيموت، اتنين حرامية في نفس الظروف، واحد شاف حاجة غير التاني، واحد سمع حاجة غير التاني، واحد نطق في الآخر بحاجة غير التاني،
اللي شاف وسمع ونطق دخل الفردوس، واللي ما شافش وما سمعش وما نطقش هلك. لإلهنا كل مجد وكرامة.